همس المعاني صحينا، حب الخير دعينا، همس المعاني صحينا، حب الخير دعينا، نلبي ونوفي والوعي هادينا، نلبي ونوفي والوعي هادينا. وجعلنا من الماء كل شيء حي، سقي الماء من أفضل الصدقات الجارية، فهي تعزز مبدأ التراحم والتكافل، فالناس أصبحوا بحاجة إلى غرفة ماء تروي عطشهم في ظل حرب لم تبقي على شيء. ونحن في أبواب الخير في نسخته الثانية ندلو بدلونا لنتعرف على تفاصيل أكثر، فتعالوا معنا. همس المعاني صحينا، حب الخير دعينا، همس المعاني صحينا، حب الخير دعينا، نلبي ونوفي والوعي هادينا، نلبي ونوفي والوعي هادينا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونشكركم ألف ألف شكر، جزيكم الله ألف خير. رمضان مبارك لعنكم. علينا علينا وعليكم إن شاء الله، كل عام أنتم بخيرين، الله يستر عليكم، ما وصلتكم سقيانة الماء عندنا طول السنة، الله يحفظكم إن شاء الله. اسمعني، أنتم في رمضان تحتاجوا العديد والعديد من الوايتات، أيوة. هل يكفيكم هذه الوايتات اللي تقدمها؟ لا، سؤال ثاني إن شاء الله. هل تكفيكم هذه الوايتات التي تقدمها مؤسسة أرقى؟ لا، أنا اشتي وايت إن شاء الله، الله يجزيهم الخير، يكفونا طول السنة، بس برمضان يختلف. أيوة ليش؟ برمضان نحتاج معها كثير زيادة. الناس تحتاج. أي نحتاج زيادة، أيوة. نشرب بعد الفطور، نشرب قبل السحور. زيادة. 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 أيوة إن شاء الله. إذا أنت إيش تدعوهم؟ أدعوهم إلى يزيدون وايت ما إن شاء الله، الله يجزيهم ألف خير إن شاء الله. ولهم سنة مكانهم يدعمهم، الله يستر عليهم. سنة كاملة بماء كوثر. أيوة، بماء كوثر سنة كاملة ما شاء الله، الله يستر عليكم أنتم إخواننا اللي بالكويت. مؤسسة أرقى هي. مؤسسة أرقى، الله يستر عليهم إن شاء الله، ما يواصلونا طول السنة. طول السنة. الحمد لله، والله يجزيهم خير إن شاء الله. إيش تدعوهم ثاني مرة؟ إيش تيجي تدعوهم دعوة حقيقية؟ أيوة، الله يحفظهم يزيدونا وايت ماء إن شاء الله يكونوا. أيوة. أيوة. الله يجزيهم الخير إن شاء الله. أنا إيش تيجي يزيد زفامة يكون وايت؟ لا بلا هذا الوايت. احنا باسمنا وباسم عاقل الحارة نقول فعلا يا مؤسسة أرقى، الوايت الماء الواحد ماء كوثر فعلا جزيتكم الله ألف خير، ولكن العدد لا يكفي، فالأطفال كثيرين، فالعدد كثيرين، والناس كثيرين يحتاجون الكثير والكثير من المياه في شهر رمضان، يحتاجون الخير. هذه الطوابير المتعددة والكثيرة التي تحتاج شربة الماء، فقلنا شربة الماء هي الصدقة الجارية التي تساعد الناس، فأهل المنطقة الضبوعة تحتاج الماء الكثير والكثير، خصوصا ماء الكوثر. همس المعاني صحينا، حب الخير دعينا، همس المعاني صحينا، حب الخير دعينا، نلبي ونوفي والوعي هادينا، نلبي ونوفي والوعي هادينا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك علينا وعليكم بالخير والبركات إن شاء الله. كيف تشوفوا سقي الماء؟ والله إنه شيء جميل، بالذات لحارتنا هذه إنها حارة ضبحانة والسكان كثير فيها مرة، وأكثرهم لا أشغال فيها ولا يعني مثل ما تشوفوها الآن، كلها سكانها مرة فقراء، ولهذا أي مع الموقع والحرب والشتات، وكمان الحمد لله ربك أعطى لنا خزان ماء ومساعدة مؤسسة أرقاء والمبادرات يعني الذي بالحي والحمد لله. ولكن أيوة الماء خفيف يعني بالأسبوع مرة أو مرتين، وبعضها يتأخر لما تجي الحملة، ما فيش كمان داعمين أكثر وأكثر. إيش تدعوهم؟ ندعو الجميع أن يشاركوا بالذات بحملة الماء، مش إلا للضبوعة، في معي الروضة، معك حارة كثيرة،
بالكوثر المحاصرة بالذات المدينة المحاصرة تعز والتحرير. وشكرا شكرا لك ورمضان مبارك. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف رمضان معك يا خالة؟ رمضان الله ربي يعتقنا بما احنا ما بنيناش حاجة. اما احنا نشتم الله يجزيكم خير. اهم شيء الماء بالدنيا والاخرة. مؤسسة ارقد قبلكم معي؟ هذا اللي هذا ديجي انا بس. هذا العلم. ايوه. هذه المؤسسة. هذه المؤسسة بس. مليلة ايوه. ما بقول لها. والله ذا اللي نزق واخيط بعيوني. ايش تدعوهم؟ ايش يسووا لكم؟ يعتقونا الله يعتقهم، الله يجزيهم الف خير. الداعمين والداعمين اللي يدعموا الفقراء والمساكين احنا حاصرونا. لا ربي يزيد سخرهم يزيد لنا تانكي جنب التانكي. ما يكفيش هذا؟ ما يكفيش. ايش اسمك يا خاله؟ سيده محمد احمد غانم. شكرا يا امي. استاذه والله صوري الناس وهنده. ايوه مره من احنا هذه الحواري كله ما يجيش ما يجيش والله هذا كثر الله خيره سبب هذا الله يجزيه خير اللي عادوا يوزعوا بيننا الله يجزيه. المهم كل عام وانتم بخير. علينا وعليك ان شاء الله. والله استاذه مؤسسه ارقى الخيريه للتنميه الانسانيه تتعمد جاهده في الاستمرارية في مشروع سقي الماء، ولكن أهل الضبوعة كثيرين وخصوصا من الحرب وخصوصا تعبهم ومعاناتهم، فهم يحتاجون مش مرة واحدة أكثر من مرة في وقت واحد. ما هي الترتيبات لمؤسسة أرقى الخيرية للتنمية الإنسانية في هذا الجانب؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نحن في مؤسسة أرقى الخيرية للتنمية الإنسانية بنقوم بمشروع سقي الماء لمحافظة تعز لعدد 13 خزان من بعض حالات تعز المتضررة والمحتاجة والمكتظة بكثافة سكانية. العلم أن هذا المشروع مستمر على مدى وأكثر من 20 شهر بدعم من كريم من مجموعة من المحسنين من دولة الكويت الشقيقة حفظهم الله ورعاهم وبواسطة الشيخ أبو يوسف جزاه الله خير الجزاء الذي له فضل علينا في هذه المدينة. ونذكرهم أن هذا الماء هذا الماء هو العنصر الأول وهو من أهم مقوم وهو مقوم من مقومات الحياة الذي يعيشون عليه جميع الأسر. وللعلم نحن في شهر رمضان المبارك 1439 نحن ندشن هذه المشروع الذي هو بدعم كريم من مؤسسة مجموعة كريم من مجموعة من المحسنين والذي مستمر لأكثر من 20 شهر ل 13 خزان وباستمرار بمعادل 390 ألف لتر شهريا ويستفيد منه أكثر من 1300 أسرة شهريا لأكثر من 20 شهر. العدد 13 خزان عدد كبير، ولكن بسبب الحرب وفقر الناس واحتياجهم العدد لا يكفي. ما هي دعوتك لكل المحسنين ولكل المنظمات الدولية من أجل مساعدة هؤلاء الناس الذين يحتاجون شربة الماء؟ محافظة تعز تعاني من جفاف شديد من المياه ومن أزمة المياه ولكثافة الكثافة السكانية في هذه المحافظة لها بحاجة كثيرة إلى تجويز الدعم. محافظة تعز تعاني من جفاف وشحة بالمياه وللعلم محافظة تعز كثافة سكانية كبيرة والمؤسسة جاهدة وتعمل لأكثر من 13 خزان بدعم كريم من هذه المجموعة وجزاهم الله ألف خير. ايش تدعوهم؟ أدعو فعلا الخير بتجويد الدعم وأدعو فعلا الخير للآخرين لتجويد هذه المدينة وتكثيفها من المياه ولتخفيف المعاناة. وتخفيف المعاناة، ونحن بدورنا في أبواب الخير ندعو كل المحسنين إلى الاهتمام بسقي الماء، فمنطقة الضبوعة هي المتضررة والأشد تضررا في هذه الحرب الظالمة، هم لا يجدون الماء، لا يجدون الغذاء، أناس تضرروا من الحرب، فقر وجوع وحاجة. نجد العالم الناس في حاجة كبيرة للماء، فما بالك للغذاء والعمل. ففي شهر رمضان تزداد الحاجة وتزداد الفاقة للماء. فمنطقة الضبوعة تدعو كل أبنائنا الخيرين. كيف هذا الماء يكفيكم؟ والله اليوم هذه
اليوم هذه الساعة هذه يمكن عدو ما يكفيش الحارة كلها. أما الحارة كلها لأنه كثيف مرة سكان مرة. مع الكوثر ما يكفيش. نحتاجه بأي وسيلة بكل الظروف. لأنه نحتاجه بكثرة. ما فيش. والمنطقة بلا شغل ومنطقة محاصرة. ما يدخلش الماء بكثرة وما فيش عمل. والماء أساس الحياة. إيش اسمك؟ قاسم علي محمد. من الأهل؟ منطقة الضبوعة. شكرا لك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك. علينا وعليكم. كيف معاكم سقي الماء؟ تمام يكفيكم ولا تحتاجوا؟ ما يحتاج زيد الزفة، الزفة يكون جنب الزفة هذه. ليه؟ لأنه ما يكفي معها ثلاث حواري. ها؟ مش حارة واحدة بس. يعني كل الحواري مجتمعة في هذا المكان. أيوة كل الحواري مجتمعة على المحل هذا بس. وهالمكان الوحيد اللي يجيبوه ماء الكوثر. هنا فقط. منطقة أرقى بس مؤسسة أرقى اللي تجيب الماء. بس مؤسسة أرقى اللي تجيب الماء بس. جزاك الله. همس المعاني صحينا، حب الخير دعينا، همس المعاني صحينا، حب الخير دعينا، نلبي ونوفي والوعي هادينا، نلبي ونوفي والوعي هادينا. Oh,
صحينا حب الخير دعينا همس المعاني صحينا حب الخير دعينا نلبي ونوفي والوعي هادينا نلبي ونوفي والوعي هادينا. الماء أساس الحياة، هذه قاعدة ثابتة، فليس لنا غنى عن الماء. ومدينة تايز تحديدا تعاني من شحة المياه، وخصوصا في ظل الحرب والحصار الذي تعاني منه هذه المحافظة من 3 سنوات، ما زاد من معاناة الناس. أسر فقيرة لا تستطيع توفير قيمة قارورة ماء، وأسرة أخرى تشردت من بيوتهم ونزحوا، إنها معاناة فاقمتها الحرب. لا تستطيع أغلب الأسر الحصول على المياه إلا من خزانات المياه بعد معاناة ومرارة وطابور طويل يتزاحم عليه عددا من النساء والأطفال والرجال أيضا. أطفال يحملون على عاتقهم الحصول على مياه الشرب، نظرات تشتاق إلى قدوم جيانات محملة بالمياه، فبقدومها تعلو الضحكة ويهرعون لتعبئة أوانيهم. مؤسسة أرقى الخيرية للتنمية الإنسانية أيقنت أن احتياجات الناس الدائم ولا ينقطع، فعملت على تقديم مشروع سقي الماء لعدد 13 خزان لبعض حارات محافظة تعز المنكوبة، وذلك بتمويل مجموعة محسنين من دولة الكويت الشقيقة بواسطة أبو يوسف. فهذه المشاريع التي يقومون بها جزء من مشاريعهم التنموية والإنسانية، فسقي الماء هي من أفضل الصدقات الجارية التي يقدموها. ألسنة دائمة الدعاء للداعمين والمنفذين لمشروع من قبل المستفيدين. أيوة مرة من احنا هذه حواري كله ما يجيش والله هذا كثر الله خيره. سبب هذا الله يجزو خير لعادو يوزعوا بيننا. المهم كل عام وانتم بخير. أما احنا
نشتم الله يجزيكم خير. اهم شيء الماء بالدنيا والاخره. مؤسسة ارقد قبلكم ما هي؟ هذا اللي هذا ذيك انا بس. هذا العلم. ايوه. هذه المؤسسة. هذه المؤسسة بس. هكذا ايدي الخير في الكويت وخصوصا بمنطقة الضبوعة في تعز. حارة تعج بالاطفال حاملين اوعيتهم ينتظرون قطرات الماء لتروي عطش روحهم، فهم بحاجة الى المزيد والمزيد، فلسان حالهم يقول الماء اساس الحياة. همس المعاني صحينا، حب الخير داعينا، همس المعاني صحينا، حب الخير داعينا، نلبي ونوفي والوعي هادينا، نلبي ونوفي والوعي هادينا، الخير فينا والمنى